يفتخرون ومن حقهم الافتخار. هذا الرجاء أول بطل في تاريخ الشامبيونز ليج 97، أول فريق إفريقي يلعب في المونديال البرازيل 2000، أول فريق إفريقي أو عربي لعب الفاينل المونديال 2013 ضد الباباري بايرن، وأول فريق في إفريقيا يحقق لقب خارج قارته كأس السوبر في الدوحة. هذه جملة من أربعة خمسة أسباب يخلي الفريق الرجاوي يقول أنا في